لارا قولي لي، انت مبسوطه انك بقيتي ملكه جمال؟ ايوه طبعا. ليه بقى مبسوطه انك بقيتي ملكه جمال؟ عشان طبعا ده شرف ليا اني ابقى شايله تاج مصر، مش يعني مش تاج ان هو ملكه جمال انه لارا بس، يعني هي ده المصري. يعني قولي لي حاجه واحده بس من اللي اتعلمتيها في مسابقه اختيار ملكه جمال مصر. اتعلمت يبقى عندي ثقه بنفسي اكتر كمان. كويس. شفتي تعليقات الناس على صورتك على الفيسبوك؟ ما تابعتش قوي التعليقات، بس انت قولي بقى. يعني في ناس اعترضوا، قال لك مش معقولة دي تبقى ملكة جمال مصر، يعني ايه المنظر ده وليه اختاروا دي بالذات تبقى ملكة جمال مصر؟ طبعا ده عادي، ممكن تعليقات. طبعا اليوم كل واحد لازم يحترم الرأي، بس انا دايما بآمن بمثل بيقول انك انت ما ينفعش تحكم على الكتاب من الغلاف، فمش بس دايما المظهر بتشوفه، بس الشكل لازم تبص شوية على الشخصية والشخصية الثقافية والتعامل. اللي عايز يتقدم لملكة جمال مصر ويطلب منها الارتباط يعمل ايه بالظبط؟ يبقى على طبيعته، يبقى انسان حقيقي بالظبط، مش اكتر من كده. بالظبط. ايه اكتر هديه لو جات لك تعجبك قوي؟ اكتر هديه لو جات لي تعجبني قوي؟ غير الورد. اكتر هديه تعجبني هديه ايه؟ يعني من نوع ايه؟ اي هديه خالص؟ اي هديه في اي مناسبه، يعني ايه الهديه اللي لو شفتها تتبسطي؟ لو شفتها انبسط. هي دايما انا هديتي دايما لما مامتي بتبتسم تبقى مبسوطه قوي. دي الهديه اللي فعلا. لا انا 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 بتكلم في العلاقات العاطفيه. لو في شاب عايز يجيب لك هديه يجيب ايه؟ لو يجيب لي هديه، ما بحبش الهدايا، عايز اقول لك يعني مش بحب الهدايا. بحب يعني يبقى يمكن في الشخصيه بقى، يعني بحب يبقى هو دمه خفيف، وبحب يبقى عنده يعني احترام دايما للمراه اللي قدامه كده، ويعرف يعملها صح، ده اهم حاجه.